مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في مطبخ سلسبيل. تقبل الله صيامكم وقيامكم. واليوم قبل ما نبدأ في المائدة تاع اليوم وهذه اللائحة اللي راكم تشوفوا فيها راني كاتبتها، نشكر بزاف الأخوات، نشكر كثير الأخوات في المائدة التالية اللي حطيتها البارح، لي كومونتير كانوا ما شاء الله، نشكركم بزاف. وكيما من قلب لي كومونتير التعليقات تاعكم كانوا من قلب، وصلوا للقلب، والله العظيم لحسيت بكم ومن هاد التعليقات وهاد المحبة اللي بيناتنا. معليش تراني مريضة ونمد أكثر، إن شاء الله نوفق ونكون عند حسن ظنكم. نمشيو على بركة الله، نبداو في اللائحة كما راكم تشوفوا. اليوم عندنا مائدة اليوم نحضروها بدون لحم، ما فيهاش حتى 20 غرام تاع اللحم، اقتصادية لحد كبير، بالخضر فقط. كاين وصفات راني حطتهم ديجا في القناة تشوفوهم على المائدة ما نعملوهمش، وكاين اليوم راحنا ماشيين نعملهم. أول حاجة مملحات، عملتهم من اقتراحي، عملتهم بألوان طبيعية، قلت لهم الشكل جميل، زينوا مائدة خاصة اللي كانوا عندكم ضيوف ينبهروا بهاد المائدة كي تحطوها هكذا بدون لحم وتكون شابة بزاف وبنينة. نمشيو على بركة الله، نبداو في المملحات. العجينة نحتاجوا فيها شغل، أنا ماشي نمد لكم العجينة كيفاش راني ماشي نخدمها. راني ماشي نخدم أنا ثلاث عجائن، وحدة بيضة، وحدة حمراء، وحدة خضراء. المهم راني معليش البنات صبروا معايا، لاني نفهم المبتدئات، انا كل وحده راه تفرج فيا نعتبرها بنتي سلسبيل، نفهم كيما اللي يكون فاهم بنتي، سمحوا لي الا كان راني نهضر بزاف. دونك نبداو بالعجينه البيضاء. نحتاجوا لها كوب تاع الماء، كوب تاع الزيت، وكوب تاع زبده الفيطاج، زبده التوريق ذوبوها. طبعا نحتاجوا الملح. وبالنسبه للخضر باش نعملوا هادو لي طاختولات، نعمل انا بصله كبيره رفتها، توجور نقطع بالمكعبات في هذيك الاله اللي عندي، جزر وقرع اخضر. توابل عندي ثوم غبره، ملح، كمون، انا هادو هما اللي نستعملهم، والخضر اللي تكون عندكم نقصوا ولا زيدوا هذا على حسب الذوق. بالنسبه للاباط اللي راني مشي نعملها بالالوان، نفس القياس، غير رفت القياس نصف هذا الكوب الصغير، رفت قياس صغير. دونك هذه باربه مطحونه. بالنسبه للروبه انا طحنت في هذا كوندور اللي عندي، ولا كان عندكم ليكستراكتور هذا اللي تعملوا فيه الجو طحنوا فيه من الاحسن، تطحنوا المعدنوس وتطحنوا الباربه يعطيكم هكذا دي ليكيد نحتاجهم. دونك حنا العبر تاع الماء رفدناها عبر معدنوس، ماء المعدنوس، عبر زيت، وعبر زبده مذابه، عبر باربه، عبر زيت، عبر زبده مذابه، الملح والفرينه. طبعا نبداو بالبيضه نخدموها مع بعض، ونتمنى تكونوا فهمتوني. نبداو بالبيضه، الماء صراحة هاد الوصفة مدتها لي أخت نحييها، لكن أنا دخلت عليها مدت لي هي غير لاباس تاع العجينة هادي تاع بيغ دو فيطاج والزيت والماء مدت لي، وأنا بصح دخلت عليها الاقتراح وبالوصفة أنا دخلت عليها الألوان، دخلت عليها كيفاش راني مشي نعملها، هي مدت لي فقط القاعدة، أي قاعدة تنجمو تعتمدو هاد لاباط، عبر زبدة تاع الفيطاج، عبر زيت، وعبر ماء، ملح والفرينة. دونك نزيد الملح تاعي، الملح تاعي، ونخلط، نبدا نضيف الفرينه حتى نتحصلوا على لا تيكستور، قوام العجينه اللي حنا حابين. الفرينه طبعا هنا راه مغربله، هذه هاد لاباط اكسبريس سريعه. وهذه هي العجينه اللي تحصلوا عليها البنات، عجينه سحريه تشبه بزاف لهذيك العجينه اللي كنت عملت بها زمان حلوه الترك، هليلات بحلوه الترك نفسه هذه تشبه لها. نمشيو الالوان، نمشيو للالوان، نفس الشيء عملت زيت زبده تاع الفيطاج، نزيد لهم الملح، وحده نعمل لها المعدنوس، وحده الباربا باش تعطينا اللون، الوان. نبدا نضيف الفرينه كيما اللي عملت مع الاولى، تحصلوا على عجينه كيما الاولى
باش ما نطولش عليكم الفيديو، نكوبي ومن بعد نشوفوا. وهذو هما الالوان الطبيعيه اللي تحصلنا عليها. شوفوا هذا اللون، هذا اللون والله تعملوا الكولورون اللي تعملوا ما يخرجش هذا اللون، لون طبيعي من عند ربي العالمين. وشوفوا تاع المعدنوس خرجت كذلك ما شاء الله لا كولور بيستاش، وهذه طبعا البيضة. نخليهم يرتاحوا جانبا ونمشيو نحضروا الحشو تاعنا اللي راح نمشي نعملوه بدون لحم بالخضر فقط. دونك في مقلاة نعمل فيها 3 معالق تاع الزيت، نقلي البصل جيدا، نولي نزيد عليها الجزر كذلك نقليوها جيدا، ثم القرح الاخضر، نضيفوا التوابل ملح ثوم غبره والكمون، نخلطوها اضافات اخرى، نعمل هذه المرحله ونوليو نشوفوا اش نضيفوا. هنا بعد ما طبطي الخضره بهذا الشكل نضيف لها هنا كريمه سائله، ولا مثلا نضيف لها هذه الكريمه، ولا نضيف لها الجبن باش تجينا مليحه. هكذا احنا حابينها بهذا القوام. طيبنا لافاغس تاعنا، الان نبدا نمشي نعمل في الاشكال تاعي، نعمل في الطاغطولا تاعي بالعجينه، نورقوها طبعا، نحتاجو الوراق. شكرا شابه لاباط، العجينه السحريه هذه. نجيب قاطعه هكذا دائريه تكون كبيره ونقطعو، انا على حساب لي مول تاعي. هنا تقدروا تعملوا مول كبير او تعملوا كيما اللي نخدمو لي طاغطولات لي فون هكذا، نعملو نرفدو شكل المول، المول وزائد نحيوها بالسكين ولا غير هكذا نضغطو على المول يزول الزائد تاع العجينة. راني مكملة هاد الشكل، نكمل ليها لي فون نعملهم ونعاود نولي ونوريلكم كيفاش نعمرو وكيفاش نزينو. كملنا تشكيل لي طاغطولات تاعنا بالعجينه البيضاء، الان نملأ بالحشو. كنت بصدت هذه الحمراء اللي لونتها بالبيضه واللي لونتها بالمعدنوس بهذا الجرار اللي عندي، وراهم كاينين هكذا وراهم كاينين شكل اخر، ولا بالسكين وتعملوا دي بوند هال، دي بوند هكذا حمر وخضر. نرفدوا الطاغطولات تاعنا ونعمروها بالحشو اللي راه برد وراه مليح هكذا. نحاول نعملو حوالي ملعقة ونبسطوها ونبداو نعملو في لي بوند تاوعنا. هنا لا عملتو بالسكين، قادرين تعملوهم شوية ناقصين عرض على هادو. حنا نحاولو نمدولكم ألوان طبيعية، تبعو معايا كيفاش راني نعمل. نعملو كشغل ضفيرة متخالفة. على هاد الشكل نثبت ونحي هاد الزيادة، غير هنا بالمول نحيوهم، قطعوهم بالمول فقط. وهذا شكل الطاغطولات تاعنا. نسخن الفرن على درجه 180 درجه مئويه، ندخلوهم يطيبوا، نشوفوهم بعد ما يطيبوا ان شاء الله. وهذا هو شكل الطاغطولات مالحين بعد ما طابوا. هنا اللون كي طابوا نقص شويه، نقص الاخضر ونقص الكرونه والاحمر، مي في الشكل تاعهم جاوا شابين. نمشي نحضر التحليه تاعي اللي راني ماشي نعملها من طبقتين، طبقة بكريمة الليمون، طبقة بكريمة الشوكولا دانيت شوكولا عفوا. نحتاج فيها هنا نيشا، 3 معالق تاع النيشا، 100 غرام سكر، معلقة كبيرة تاع الزبدة، نصف لتر من الحليب، ونحتاج عطر الشوكولا باش تجي فيها هذيك البنة تاع الشوكولا، كذلك نحتاج بيضة زائد صفار بيضة، ونحتاج زوج علب من دانيت شوكولا. نعمل الحليب يدفى، بعد ما يدفى نضيفلو عطر الشوكولا، نص معلقة تاع عطر الشوكولا، ونخلط هذاك السكر مع البيض مع النيشا،
ونعاود نزيدوها للحليب ونحطو كلشي على النار تخلط حتى تولي عندنا كريمه كثيفه. بعد ما نحيو ديك الكريمه نزيدو لها معلقه تاع الزبده كبيره ونزيدو لها دوك زوج علب تاع دانيت شوكولا. انا بعد ما خلطت كل المكونات تاع الكريمه نخليها جانبا تدفى. وبالنسبه لكريمه الليمون راني محضرتها والكريمه اللي راح ابيعو الكريمه سبحان الله كاين شركات جدد ولا حبوا طريقتي في عمل كريمه الليمون وليو للقناه راني عملتها عده مرات. هنا نرفدو الكؤوس تاعنا نرفدو هذا البسكوي شبيه الاوريو ماشي اوريو نرفد حبه نفتتها نعملها في القاعده. وبالنسبه للكريمتين نعملهم ديبوش جوطابل نعمر كريمه الليمون بعد هذاك البسكوي تاع اوريو اللي فتتو نعمل طبقه من كريمه الليمون وزيد طبقه من كريمه بدوق دانيت الشوكولا. بالنسبه لي فيغين راني خليتهم تركتهم حل الحاله شويه في الثلاجه ونزينهم بالفايتين هذا بخاليني كما تقدروا غير هذاك اوريو ولا اللي شبيه اوريو هذا ماشي اوريو تفتوه وتعملوهم الفوق كذلك يجي مليح. حطوا هكذا حبه كاطو ولا حبه شوكولا اللي كانت عندكم. انا بايزوب هنا راه عندي طوبليغو نحطوها هكذا نزيدوا لها هكذا حبه تاع الكاطو جي كلاس. شوفوا كيفاش تجيب الطبقات ونعليها لكم. شوفوا الاوريو من تحت الطبقه هذيك تاع الليمون والطبقه تاع الشوكولا وزينتها بالفايتين. هذه هي بالنسبه للتحليه تاعنا تاع اليوم تحليه مشابه بزاف وخفيفه في التحضير تاعها. وصلنا في الاخير للمائده تاعنا اللي كنا تحضرتها اطباق بالنسبه للصالي ولا تحليه عملتهم معكم. وباقي الاطباق اللي راها موجوده على الطاوله كلها في القناه. هنا كيما راكم تشوفوا عملت هذا الغولي اللي بيجي بالقرع الاخضر يجي بشباب بزاف. هذا الغولي والله العظيم كنجربوه تبداو كل مره تعملوه انا ولادي يحبوه بزاف مع انه بالقرع الاخضر اون جينيرال الدراري ما ياكلوش لي ليجيم من ولادي يحبوه. كذلك عملت طاجين الحلو بدون لحم الحريره بدون لحم عملتها. عملت هذوك لي كورني عملتهم بلونين حتى هما تاع البيتخاف وتاع المعدنوس. هنا تقدروا تعودوا المعدنوس بالسبانخ الا كانوا عندكم لي زيبينار. الوصفه تاع كذلك تاع لي كورني راه عندي في القناه انا نديها لكم. انا في المره الاولى اللي عملتها في القناه عملتها غير سامبل بالعجينه بيضاء مي هاد الخطره لونت غير هي ولونه. نحط لكم كذلك الرابط عمرتها بكريمه الجبن وعملت الجبن المفروم وزينتها في عملت لها فراسها لي غاندوشيه. عملت هذوك لي طارتولات اللي عملناهم مع بعض سلطه في لي فيغين عملتها من طبقات فيها البيتخاف فيها الجزر فيها الطوم وفيها الروز. كما راكم تلاحظوا زينت هذوك لي فيغين بالطوماط سوغيس وزينتهم بالخيار كذلك. عملت الفلفل اللي نعملو حنا طابيتيد نعملو هنا في تلمسان فلفل نطيبوه طوماطيش. كذلك زينت الطاوله تاعي بهذا التمر اللي كنت عملتها ديجا لي دات فوغي كنت عملتهم في القناه وعجبتكم الوصفه. كل الوصفات ان شاء الله نعملهم لكم نحط لكم الروابط تاعهم باش اللي كانوا معنا جدد مشتركات جدد يرجعوا من الروابط يرجعوا الوصفات ويشوفوهم هكذا بالك يرفدوا افكار. هذه بالنسبه لمائده اليوم نتمنى ان شاء الله المائده تاع اليوم تكون عجبتكم. وكذلك مدوا لي رايكم في التعليقات لاني راكم تفرحوني بهذوك التعليقات تاعكم مالغري كو المشاهده راها قليله من التعليقات تاعكم ما شاء الله. فقط البنات نطلب منكم طالب تدعموني بلي بارطاج بارطاجي واي وحده عندها صحاباتها احبابها عندها تبارطاجي في الفيسبوك في الماسنجر في الانستغرام في عبر مواقع التواصل الاجتماعي عاونوني غير بلي بارطاج هذا اللي راني نطلبه منكم عاونوني بلي بارطاج باش هكذا نزيد نتشجع ونخدم اكثر. وبالنسبه للبنات اللي راهم يكتبوا لي في التعليقات راهم يكتبوا لي ولا يعيطوا لي في الماسنجر وما رانيش نرد عليهم والله العظيم انا ما تكبر حتى لا وحده فقط لضيق الوقت. الوقت ما راش كاين كما شفتوا في رمضان الواحد ما تكون وحده ما تكونش عندها الوقت وراني جدا مشغوله والله العظيم انا ما نتكبر حتى على وحده. هذا الشيء اللي فيا ما نتكبر حتى على وحده ونرد حتى كل على التعليقات سواء تعليقات سلبيه او ايجابيه نرد عليها. نتمنى ان شاء الله نوفق ونكون عند حسن ظنكم وعرفوا بلي مطبخ سلسابين ما تكبر حتى على وحده. هذه هي بالنسبه للفيديو اليوم ان شاء الله ما نكونش كثرت عليكم بالهضره وان شاء الله نكون خفيفه عليكم. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يعجبكم وما تنساوش لايك 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 البنات لايك بارطاجيو هكذا حتى تعم الفائده. واللي اول مره تزور قناتي نرحب بها نقولها اهلا وسهلا ونورتي القناه وان شاء الله نكون عند حسن ظنك. نقولها كذلك تشترك وتفعل الجرس حتى يصلها جديد القناه. في الاخير صحه فطوركم صحه رمضانكم نشكركم على المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.